عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على شاطئ جيزان ومطر في البحر. واحمل احب اسالني ما هو الاندماج النووي؟ تخصصي كيمياء وهذه لعبتنا، بشرحها باختصار شديد وان شاء الله انكم تستوعبون الكلام. القنابل النووية نوعين، انشطارية يجون على ذرة كبيرة ويشطرونها نصين، تطلع منها ذرتين جديدتين، وزن ثنتين الجديدتين لها تساوي ذرة الأم، الفارق الوزني حسب قانون ألبرت أينشتاين يطلع عبارة عن طاقة ضخمة جدا. الاندماجية عكس، يجيبون الهيدروجين، الهيدروجين ما فيه إلا بروتون في النواة، ما فيه إلكترون، ما فيه يعني ما فيه نيترونات، يسمونه الهيدروجين. في الهيدروجين منه ثلاث أنواع، في الهيدروجين وفي هيدروجين في واحدة نيترون وفي هيدروجين في ثنتين نيترون، وذلك النوع الثالث يسمونه تريتيوم، هذا إذا اندمج مع الهيدروجين العادي ينتج عنهم ذرة جديدة، وزن الذرة الجديدة الهيليوم الجديد اللي هو في بروتونين داخل النواة لا يساوي وزن الثنتين الأساسيات اللي هو الهيدروجين ببروتون واحد والهيدروجين اللي في بروتون واحد ونيترون نيترونين. لذلك هذا الفرق في الوزن ينتج عنه طاقة فظيعة جدا يسمونها الطاقة الاندماجية. هذه هي نفسها مكونات الشمس، الشمس عبارة عن هيدروجين يتحد مع بعض ليكون هيليوم وعنصر حامل. الفرق في طاقة في وزن الهيليوم والثنتين الهيدروجينات اللي واحدة عليها نيترونين واحدة بدون يعطينا طاقة رهيبة اللي قاعدة تغذي الأرض بالحرارة وتغذي الكواكب وتجذب الكواكب التسعة وأقمارها للشمس، وهي موجودة في كل مكونات الكون. هذا الفكرة وهذا الأسلوب اللي هو الاندماج، اللي هي طاقة الاندماج. ممكن وضحت لكم الصورة وممكن صعبت الله أعلم، لكن هذا هو علم الاندماج النووي وعلم الانشطار النووي اللي الآن يمتلك البشر من القنابل الاندماجية والقنابل الانشطارية ما يكفي لتدمير الأرض مرات ومرات ومرات.